الثمن وكريستال والخائن ثلاث مسلسلات تركية معربة، أيهن الأنجح برأيكم؟ شهد العام 2023 عرض ثلاث مسلسلات من نسخ تركية وهي الثمن، كريستال وإخرة الخائن، لما زال عرضه مستمر. وشهدت المسلسلات الثلاثة تفاعل كتير كبير من قبل الجمهور والمتابعين. آخر المسلسلات المعروضة حاليا هو مسلسل الخائن اللي عم بيحقق نجاح كتير كبير ونسب متابعة عالية وتفاعل كتير كبير مع أحداثه، وبيحقق العمل اللي بيتم عرضه حاليا على قناة MBC ومنصة شاهد نجاح ونسب متابعة عالية وتفاعل كتير كبير من قبل الجمهور عبر مختلف منصات السوشيال ميديا ليدخل الترند بالعديد من الدول العربية. المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم منهم قيس الشيخ نجيب، ثلاثة معمار، مرام علي، ريتا حارب، رولا بوكسناتي، إلي متري، جلال شموطة، خالد شباط وغيرهم كتير. مسلسل الخائن هو دراما اجتماعية، والنسخة العربية من عمل قدم بأكثر من دولة بدءا بأمريكا تحت عنوان دكتور فوستر عام 2016، كذلك عرضت منه نسخة تركية بال 2020 بعنوان الخائن. وبيحكي المسلسل قصة عائلة مثالية، لكن الزوجة بتكتشف شعرة شقرة على وشاح زوجها، وهيدا الشيء بيقلب حياتهم رأس على عقب، فبتتحطم حياة الدكتورة أسيل المثالية، بس تكتشف انه زوجها سيف على علاقة بامرأة أخرى، وهالشي بيدفع لسلوك طريق الانتقام. وشهد العام 2023 أيضا عرض نسخة من مسلسل الثمن، حقق إشادات واسعة ونجاح كبير منذ بدأ عرض أولى حلقاته. المسلسل مأخوذ عن المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب اللي تم عرضه لأول مرة عام 2006، وحقق العمل نجاح كبير ونسب متابعة عالية، وحصد نجومه تفاعل كبير من قبل الجمهور وخصوصا بس الخياط ورزان جمال. وكان من بين الأحداث اللي شهدت تفاعل بالعمل وفاة شخصية كرم اللي أديها الفنان اللبناني نيكولا معوض، وشارك ببطولته كل من باسل خياط، رزان جمال، نيكولا معوض، سارة أبي كنعانة، رندا كعدي، رفيع علي أحمد. والمسلسل من إخراج فكرة القاضي، بتدور أحداثه حول قصة زين الصافي اللي هو باسل خياط، وبيوقع بحب سارة الخطيب رزان جمال، وبتتخلله العديد من الأحداث المشوقة والعقبات الكتيرة. بيجمع العمل بين خطوط درامية بتمزج الرومانسية بالأحداث الاجتماعية، وبيبدأ بسارة الأرملة اللي بتلاقي نفسها بظروف صعبة بسبب مرض إبراهيم ابنها، وبتحاول البحث عن مساعدة، لكن الجميع بيرفض حتى وجدت الحل بزين الصافي، رجل الأعمال الناجح والثري ومديرة بالعمل، وبيوافق على طلبها لكن بمقابل طلب غريب وصادم، وهو قضاء ليلة معها، ثم بتنشأ علاقة حب وانفصال، وبتدخل على الخاتمية اللي تمكنت من إقناع زين بالزواج منها، لكن الزفاف ما بيتم باللحظة الأخيرة بسبب وفاة كرم. عشاء المسلسلات التركية كانوا أيضا على موعد مع نسخة من مسلسل حرب الورود، حيث حمل العمل اسم كريستال، وبيضم المسلسل عدد من النجوم من محمود ناصر، باميلا الكيك، ستيفانيا عطلة، رولا حميدة، لين غرة، خالد شباط، أنجو ريحان، بلال مارتيني، فادي حواشي وغيرهم. بتدور أحداث المسلسل حول عليا اللي هي باميلا الكيك، وبتشتغل كمصممة أزياء، ولكن بتقرر العودة من الخارج عقب وفاة والدها، وهون بتتفاجأ بوصيته واللي بتجبرها على الإقامة مع شقيقها باسل الفنان خالد شباط حتى تحصل على الميراث. وأثناء ذلك بتتعرف على جواد الفنان محمود نصر وتبدي إعجابها فيه، ولكن سرعان ما بتنقلب الأحداث وبتتحول حياة عليا لصراعات، خاصة بعد ما بتوقع فاي اللي هي ستيفاني عطلة بحب جواد، وهون بتتحول المنافسة بيناتهم لصراع كبير. وشهدت نهاية المسلسل انقسام كبير بين متابعيه، حيث عبر عدد كبير من جمهور المسلسل عن عدم رضاهم عن نهاية العمل. فأي من المسلسلات الثلاثة حبيته أكثر؟